الأستاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريدة الأخبار. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. أستاذ عيسى، يعني قانون لجوء الأجانب يبدو شيئا جديدا على مسامعنا، خصوصا مع تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. ياريت حضرتك تدينا تفاصيل أكتر، لأنه كمان مش بيتحدث عن أنه بيبدأ من دلوقتي، لا ده بيتحدث عن أن كل من هو أجنبي على أرض مصر لابد أن يوفق أوضاعه، يكون لدينا معلومات كاملة عن أوراقه الثبوتية وكافية. أيوة بالظبط، خاصة فضل به حماية لهذا الوطن. طبعا، وده بيعتبر دور مهم جدا لمجلس الوزراء في هذه المرحلة. وأنا بقول أيا كان الأمر، هذا التشريع تأخر كثيرا. أي. لأن مصر منفتحة على العالم أجمع وتخطو خطوات مهمة نحو بناء مصر الحديثة، ليس 2030 ولكن 2050. وهذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وأيا كان الأمر فهذه إجراءات تسابق الزمن نحو استقرار مصر وبناء مصر الحديثة 2050. تمام، يعني حدثنا أكتر عن فلسفة القانون، تفاصيله، إيه اللي هيكون حاصل، هيفرق مع مصر في إيه، هيحمي مصر في إيه؟ عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام أن هذا المشروع، هذا المشروع القانون خطوة مهمة على الطريق، لأنه يستخدم مجموعة من المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، ويحدد بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، وده بيعتبر منبر مهم من المرابط الخاصة بعملية اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات المعنية بهذا التشريع. وأيا كان الأمر فهناك تنسيق مع الجهات المختلفة الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة والخدمات للاجئين، واللائحة التنفيذية التي ستصدر سيظهرها رئيس الوزراء خلال الفترة التي حددها القانون خطوة مهمة على الطريق، لأن مصر تعمل بكل جهدها على أن تكون ملجأ لهؤلاء جميعا. وأنا بقول كل ما يتم في هذا الأمر هو يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو لجوء الأجانب لديها في هذه المرحلة، ويعتبر موافقة مجلس الوزراء خطوة مهمة. سيتم تحويل هذا التشريع إلى البرلمان لمناقشته ثم إصداره ثم العمل به في الفترة القادمة. طب أستاذ عيسى، يعني هل بموجب هذا القانون كمقترح لغاية دلوقتي؟ هو لسه مقترح بالذات، ما أنا بقول لحضرتك هو كمقترح. يعني هل بموجبه هيبقى في تقدم من اللاجئ بطلب اللجوء قبل ما يدخل؟ لازم يتقدم بطلبه قبل ما يدخل. ليه؟ عشان يوفق أوضاعه أول بأول، وده بيعتبر خطوة مهمة لتقنين هذه الأوضاع واستخدام الشفافية والوضوح في كل المراحل التي يدخل بها اللاجئ. وده هيعتبر، بقول لحضرتك وللسادة المشاهدين، ده بيعتبر خطوة مهمة للأمن القومي المصري في المرحلة القادمة. يعني معنى برضو الكلام دوت لما يطبق هذا القانون إنه مش هيسمح بوجود أي شخص غير مصري ليست لديه موافقة من الجهات الرسمية لأن يكون لاجئا مصري. هذا التشريع سيتم العمل به في إطار ما تضمنه من بيانات ومدد حقيقية. ده بيعتبر دور مهم جدا، لأن الأجنبي يجب أن يقدم البيانات الخاصة به لهذه الدولة المصرية. تمام، شكرا جزيلا أستاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريدة الأخبار. والحقيقة أن دي خطوة مهمة، يعني مصر ما بتقولش أنها هتقلص الأعداد، ما بتقولش أنها هترفض لجوء أحد، ولكنها بتقول أنها هتنظم هذا الأمر بشكل كمان يكون مخلينا كدولة عندنا كافة المعلومات الخاصة بكل إنسان متواجد على أرض مصر، ساكن فين، شغال إيه، بياخد كام، هل هو جاي في ظروف حرب، هل هو جاي لأنه العيشة ضيقة في بلده، ولا فعلا هناك ما يستوجب اللجوء. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل أخبارنا مرة تانية.